يعني حضرتك بتقول مش المعلم اللي في المدرسة لا، أو في الطالب. احنا هنعمل ده جوه الوزارة، بناخد الأبحاث بعد تسليمها وبنعيد توزيعها على معلمين خارج المحافظة تماما اللي طالع منها المشروع، وبعدين هنجمع النمر. فأنا بس بريحهم إنه مش الشخص اللي هيصلح المشروع ملوش دعوة خالص بالطفل، مش مرتبط بيه لا في المحافظة ولا في المدرسة. دي نقطة مهمة جدا. طيب احنا ليه بنروح نشتريه؟ وليه الأم بتترك الولد في البيت وبتنزل تجيب له بحث؟ تجيب له بحث، يعني ما البحث ايه بقى وتعليم ايه لما احنا هنروح نشتريه؟ طب حضرتك بتشتريه ليه؟ وقلنا لهم احنا عاوزين الولد يبذل اي قدر من الجهد ونعلمه العمل الجماعي والتعلم والمحاولة، انما غير كده احنا بنعلمه العكس، بنعلمه الغش، وبنعلمه انه يبقى غير صادق، وانه يحط اسمه على حاجة مش بتاعته، وانه يجيله نتيجة بلا تعب. كلها حاجات حقيقة. طيب هل يعني هيكون هل هيكون في يا فندم طريقة او آلية معينة ان انا اعرف او حضراتكم تعرفوا وتتبينوا اذا كان هذا البحث فعلا الطالب عامله ولا مش عامله؟ بصي حضرتك، الإجابة نقدر، والإجابة ان احنا موجودين في كل مجموعات الغش وقلنا لهم الكلام ده، وعارفين بيغشوا ازاي، وعارفين مين اللي بيغشوا، عندنا اساميهم وارقامهم، ولكن هي مش عملية بوليسية. احنا عاوزين يستقر في وعي الناس ان احنا نفسنا نتعلم، مش نفسنا ننجح وخلاص. الفكرة ان احنا نحط كاميرات ونراقب الناس، لا، مش دي جذور المشكلة. جذور المشكلة انه احنا نسأل نفسنا كمجتمع، احنا عاوزين نتعلم ولا عاوزين كل حاجة نعملها بلا جهد، وعاوزين كل حاجة ناخدها من غير ما احنا نتعب في حاجة؟ مش هينفع كده. احنا بنقدم طرق التعلم، اللي مش عاوز يتعلم بقى لازم يواجه نفسه. واحنا قررنا نعمل المواجهة دي دلوقتي، لان الدولة بتصرف كتير جدا على التعليم، ويجب ان الفلوس اللي بتصرف تذهب في مكانها لمن يريد ويحاول ان يتعلم، انما من لا يريد ان يتعلم فهو مسؤول عن نفسه بقى. انما هي مش فكرة ان انا اجيب اساميهم واسقطهم، ما هي الفكرة لا، انا مش بسأل حضرتك عن ان احنا نجيب اساميهم او تجيب اساميهم ونسقطهم، لكن عشان يكون في فرص عادلة او في تساوي بين يعني او عدالة بين اللي نجح بمجهوده واللي ما نجحش بمجهوده بغير مجهود، هل في طريقة معينة انه بيبان فيها انه هذا البحث انا كطالب عملته او ما عملتوش؟ بيبان بيبان، بس هي العدالة مش في الحتة دي. أولا الناس بتتكلم على العدالة وتكافؤ الفرص لما تحب، وهي اللي بتهدرها بإيدها، مش الحكومة اللي بتهدر الفرص. لا، احنا عاملين مشروع قومي حضرتك، سنوات النقل النجاح فيها طول عمره على مستوى المدرسة، يعني امتحانات مختلفة من مدرسة لأخرى. طب الموضوع المرة دي ده مشروع موحد، كلنا خدنا نفس الفرصة وكلنا عندنا نفس الأدوات. مين بقى اللي أهدر هنا تكافؤ الفرص؟ اللي بيغش أكيد. أهدرها على زميله اللي ما بيغشش، فده شيء مش الوزارة بقى المسؤولة عن كل شيء، لأن احنا متعودين نلقي باللوم على الآخرين. لا، المرة دي أنا بقول للناس لا، نلوم الصح بقى، ما نلومش الحكومة على فعل مجتمعي أنا بعمله بنفسي. أنا لما أنزل أشتري المشروع أنا اللي خدت القرار ده، لحد ابتزني ولا حد اضطرني ولا حد حط المسدس وقال لي انزل اشتريه، انا اللي نزلت اشتريه. يبقى انا اتحمل مسؤوليه قراري، والطالب اللي قاعد في البيت وقرر يدخل على واتساب جروب يغش، ده قراره ولا قرار الوزاره بقى؟ ده قراره. بس احنا عشان نشتغل بوليس ونجيب بقى كاميرات ونقف عليهم كده، لا، احنا نناقش بقى القضيه الاصليه، هو بيعمل كده ليه؟ يعني لما ندي امتحان تجريبي في اولى ثانوي وفي البيت وبالتابلت ومن غير نمر، ونقول لهم ده عشان تتمرنوا عليه عشان لما يجي الامتحان اللي بجد نقوم نغشه برضه. طب انا بغشه حتى بلا هدف، يعني هو ما فيش لا تنسيق ولا وعلى فكره الابحاث والامتحانات دي مجرد سقوط ونجاح، ما ينفعش نمر. ما هي يمكن هي دي النقطه اللي احنا كلنا واقفين عندها، انه فكره انه في الاخر احنا كوزاره، يعني حضرتك بتقول
ده مش درجات، ده نجاح وسقوط، وانا موفر لهم كطالب كطلاب كل ما ممكن يساعدهم ان هم يعملوا ويشتغلوا بمجهودهم بدون اي توتر ولا اي حاجه. ومع ذلك بنلاقي البعض بيخرج وبيكلم لا انا برضو بغش، وبيصمم وبيعمل زي ما حضرتك قلت مجموعات الغش. يمكن احنا كمان متابعين ان حضرتك ازاي بتتابع هذه المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي. خليني طب اسال حضرتك كمان على الاجراءات الاحترازيه اللي هيتم اتخاذها مع طلبه الثالثه ثانوي في يونيو القادم. لا احنا قلنا كثيرا وهنعلن ده اكتر طبعا يوم 15 مايو ان شاء الله، اللي هو احنا الدوله بتحاول تعمل كل ما تستطيع لحمايه الاولاد، يمكن اكتر من ما يتخيلوا، يعني من اول بوابات الكترونيه للتعقيم طول ما احنا داخلين وخارجين من اللجان، وكواشف حراريه ولجان عزل ومسافات كبيره جدا بين الطلاب، وحتى الورق نفسه متعقم. الاداريين والمصححين والمراقبين كلهم لابسين ماسكات، نوزع عليهم ماسكات وحاجات في رجليهم، يعني حاجات كتيره جدا حمايه بيهم ان شاء الله. فيعني ما يقلقوش من النقطه دي خالص، مش دي الحاجه اللي قلقانه دلوقتي، لان ليها حلول. صحيح بتتكلف تكاليف كبيره جدا، عدد اللجان الضاعف تقريبا في الثانويه العامه والدبلومات الفنيه، بس ده يعني بيتم العمل فيه على قدم وساق، فده ان شاء الله يمشي كويس. هي المشكله كلها بعد كل الجهد ده وبعد وضع الامتحانات وبعد ان احنا نبقى فعلا عاوزين الخدمه دي، مش عاوزين نتحايل عليها. احنا مشكلتنا دلوقتي هي تقرير مجتمعي، هل ال 22 مليون طالب اللي عندنا جايين يتعلموا ولا جايين ياخدوا شهاده؟ واحنا المشكله دي هنقف عندها. المره دي هنقف عندها، لان المره دي اصبح الموضوع لا يحتمل اكتر من كده في اهدار فلوس الدوله على من لا يريد ان يتعلم ويهدر فرص جميله اللي عاوز يتعلم.